بعض الأسئلة الشائعة اللي الناس بتسألني فيها اليومين دول أسئلة كتير قوي. في عاوز أبدأ وأعمل مصايد، عاوز تبدأ وتعمل مصايد وتصطاد. أول حاجة تعملها هتدخل على يوتيوب وهتكتب شرح مصياد الطيور بقفص طماطم، شرح مصياد الطيور بقفص طماطم، هتلاقوا فيديوهات على قناتي، هيظهر لكم اول كام فيديو دولت على قناتي، هتلاقوا شرح للمصيدة، وهتلاقوا فيديوهات برضو فيها بصور الطائر وهو بيدخل المصيدة اللي هي بتاعت قفص طماطم، عداد الطماطم او قفص طماطم اللي هو عيونه ضيقة مش اللي هو عيونه واسعة، في عداية وفي قفص. العداية اللي هي عيونها ضيقة علشان الطائر ما يطلعش منها، في قفص بقى بتبقى عيونه واسعة ممكن الطائر يطلع منها. دي اسهل مصيدة اي حد ممكن يبدأ بيها، تمام. دي بالنسبة لليمام، لو انت عاوز تصطاد يمام مش عاوز تكلف نفسك وتنزل سوق السيد عيشة تشتري مصايد او تروح لابو ادم وتشتري مصايد، ابدأ بالمصيدة اللي هي بتاعت قفص الطماطم، وبعد كده اما تصطاد وتمسك روح ما فيش مشكلة، هات بقى ايه مصايد وكبر عندك زي ما انا عامل كده. بس اللي عاوز يبدأ، يعني اللي عاوز يبدأ على ما يجهز نفسه ويروح السوق او يروح لابو ادم مثلان الدوية او نزلة الدوية خلف مصنع الرنجة في القاهرة او خلف قسم الشرطة، وارقامه معايا برضو اللي عايز يكتب له تعليق او يجي على الواتساب وانا هديها له ان شاء الله وروح له. وفي ابو ادم، في غير ابو ادم كمان في سوق السيدة عيشة، الناس اللي قريبة من سوق السيدة عيشة، احمد ابو عمار ومحمد صفوت، محمد صفوت في الحديقة، احمد ابو عمار بيبيع شيلات كده على ايدك اليمين وانت داخل في الشارع نفسه بتاع السيدة عيشة بعد حوالي 150 متر كده. طيب تاني مصيدة ممكن نصطاد بيها بلابل وممكن نصطاد بيها يمام برضو. تاني مصيدة سهلة جدا ومش مكلفة خالص، اللي هي ايه، هنبحث برضو في السيرش وهنكتب اسهل او شرح اسهل مصيدة بلابل بقفص عصافير او شرح مصيدة الطيور بقفص عصافير. قفص عصافير الزينة اللي هو الصغير دهوت بنقدر نعمل منه مصيدة ما بيكلفناش اي حاجة خالص، ونحط فيه اكل البلابل بتيجي وبتدخل عليه، وبالذات يا حبازة بقى لو عندك بلبل يضرب صفارة كده البلابل تتلم عليه تلاقي الاكل في المصيدة تدخل تتمسك. اول امبارح جاب لي صديق ليا في البلد عندي هنا في القريه جايب لي بلبل وجاي بيقول لي تشتريه، قلت له مسكته ازاي، قال لي اصل انا عندي مصايد بصطاد يمام بس حاطط فيها عليقه، تمام، فدخل ياكل عليقه فتمسك. بقول له ازاي، قال لي اصل المكان في ريح جنينه والجنينه فيها بلابل كتير فممكن نحطه في المصايد عليقه بيدخل عليها البلبل، ممكن نحط عجوه، نحط قطعه فاكهه، نص برتقانية او نص تفاحية ولا حاجة، او عنقود عنب صغير كده نعلقه على حسب موسم الفاكهة الموجودة، يعني هتدخل لنا بلابل وهتدخل لنا اي طيور تانية بتاكل الفاكهة، ممكن زي الحسون لو في المنطقة فيها حسون او الماينا او العندليب او الحاجات دي، هيقع معاك طيور تانية بروية او طيور نادرة، في طيور كتيرة موجودة ولكن الناس بتحط في المصايد الاكل اللي هي ايه، عايز اصطاد يمام يحط حبه ذره او حبه فول وخلاص، لا انت ممكن نشكل اكل تاني، هيدخل طيور تانية برضو في المصايد غير اليمام. ده بالنسبة للشخص اللي هو عاوز يبدأ ويصطاد قبل ما يعمل مصايد ويكلف نفسه، وفي ناس لغاية دلوقتي مش متأكدة المصايد بتمسك او ما بتمسكش، الرغم ان انا بصور لكم ازيد من حوالي 5 سنين على القناة، وكنت بصطاد قبلها يجيب 10 سنين بس ما كنتش عامل قناة ولا منتبه للموضوع ده، بس لقيت الناس كتيرة عايزة تصطاد وما تعرفش ازاي تصطاد او ازاي تبدأ، فبدأت اشرح لهم بقى المصايد وعرفهم المصايد السهلة وازاي بنصطاد. يعني اليمام مثلا في قفص زي كده عرض متر في عرض متر في ارتفاع 2 متر مثلا، عاملينه بالسلك الارنب، بس سلك اللي هو مطل بلاستيك او ماكسي بلاستيك اللي هو الاخضر ده اهو، علشان ما يعورش الطائر لان الطائر بيرفرف جوه فجناحته بتتعور زي دي كده،
يعني شوف احنا عاملين سلك ماكس بلاستيك وعلى الرغم من ذلك متعوره اهي، فما بالكوا بقى لو السلك مش ماكس بلاستيك، سلك ارنب حامي. ممكن نعمل مصيدة زي كده 2 متر في عرض متر، بحيث الطيور تبقى واقفه فيها ونعمل لها شيلات كده يقف عليها جوه زي ما انتم شايفين كده، اليمام اللي بره بيشوفهم بيجي عليهم. لو اديها لو المصيده دي فيها بلبل او القفص ده فيه بلبل، البلابل برضه هتشوفه هتيجي عليه تلف حوالين المصيده توقف عايزه تدخل له. زي ما قلنا قبل كده بيبقى عايز يدخل له الطائر علشان يوقف الشمس معاه، ياكل معاه، عارف ان في اكل عنده عاوز ياكل معاه، يا اما عاوز يكروشه من المنطقه بتاعته، بيبقى متخيل ان دي منطقته والبلبل دوت واقف فينا في منطقته، ازاي يقف في منطقتي؟ كل بلبل بيبقى له منطقه، بيدخل بقى يتعارك معاه الذكر عاوز يمشيه، فبيقعد يلف حول المصياده علشان يمشيه، ما بيلاقيش غير ايه الباب بتاع المصياده، يلاقي فيها بلع عجوه زي كده اهوت، فيدخل ياكل. دي بص متنقره، كان في طائر هنا تقريبا قفلت بس ما جابتش الطائر، فبيدخل ياكل فبيتمسك. دي الطريقه اللي بنلعب عليها، وهنا برضو داخل جابها وكان منها الطريقه اللي بنلعب عليها، ان احنا بنخلي طيور في المصيده تعمل صوت زي البلبل، يضرب صفاره فيجيب البلابل عليه، لو حطينا ماينه او مينا هيضرب برضو الصفاره وبيعمل صوت بيجيب الماينه اللي في المنطقه عليه. شوف بقى لو انت عندك طيور زينه تانيه، في ناس عندها طبع طيور درة وحاجات زينة تانية كتيرة في الأماكن اللي هي في يعني في ريح جامعة القاهرة مثلا، جامعة القاهرة في القاهرة مليانة وفيها مناطق كتيرة فيها الحاجات دي، وفي ناس أصدقاء بيتواصلوا معايا وبيصطادوا منها، ربنا يبارك لهم الأول. لكن احنا عندنا في الأرياف أو في الفلاحين هنا مفيش غير اليمام والبلبل وبعض الطيور النادرة كده زي العندليب وبعض الماينة وبعض طائر اللواء، كنت اصطادته قبل كده برضو مسكته دخل عند المصيدة هنا. ولو احتجتوا اي حاجة برضو ان شاء الله تواصلوا معايا، الرقم بتاعي 002، ده من خارج مصر المفتاح، من داخل مصر 010-13-19-82-67، ده اللي عليه واتساب، اي حد عايز يسأل على اي حاجة انا تحت امركم. وان شاء الله لو ربنا سهل الحال وسافرت قريب السعوديه، رايح ان شاء الله زياره كده، ادعوا لي ان ربنا يوفقني، ما تنسوناش بصالح دعائكم. لو ربنا سهل الحال ودقيت اقامه بقى هضطر ان انا اقعد شويه على منزل اجازه، وطبعا الصيد هيخف عندي، بس هحاول طبعا اصطاد وانا هناك، يعني لان ديت غيه مش هعرف اقعد برضه هناك ساكت، لازم هطلع مثلا كل اجازه كده اطلع في الصحراء، في هناك صقور حلوه وباسعار حلوه، في طيور تانيه. ربنا يسهل الحال يعني، ولقيت اي حاجه برضه في خاخ ومصايد في المحلات اللي هناك بتتباع هصورها لكم وانزلها لكم على القناه، واكيد هيقابلنا حاجات حلوه يعني ان شاء الله، وهي رحله ربنا يوفقنا فيها. وما تنسوش بس اهم حاجه دعواتكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ديوك البراهمه اهي يا جماعه، كانوا كتكوتين كنا جايبينهم من سوق السيد عيشه اللي يفتكر، بسم الله ما شاء الله بقى حجمهم كبرهم، انا اعتقد ان ده يكون اعلى مستوى ليهم بقى كده، لان بقى لهم ازيد من 6 شهور، ممكن 8 شهور ولا حاجه. طبعا انا بصطاد كتير بس مش كله بصوره، انا بصطاد يمام كتير زي كده، وبلابل برضو، بس مش على طول بصور اللي بصطاد. رجلات عصت عجب،
طبعا اليمام بناكله في الشتاء، ده الجو بيبقى ساقع فما ببيعش منه اي حاجة بصراحة. واليمام طعمه جميل، هو في ناس بتقول ان الريش بتاعه زفر او ريحته زفارة، بس هو بيبقى ريحة الريش بس، خلاص ما بيتنضف خلاص ما بتلاقيش ريحة الزفارة دي. اليمام بهدلة الدنيا، الجو هوا النهارده